صباح الفل، برحب بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زي الشمس، حلقة يوم الثلاث 4 يونيو 2013. الحقيقة انه على الرغم من المشاكل الكتير جدا اللي هي محيطة بينا، يعني سواء مياه الري اللي ما بتوصلش للفلاحين وبوار الاراضي الزراعية والمشكلة اللي ما فيش عند السادة في لجنة الزراعة والري في مجلس الشورى اي فكرة عنها خالص، وبيتكلموا ان هي مشاكل فردية بسيطة على الرغم من مشكلة الكهرباء اللي كل يوم بتتفاقم وبتزيد، وانتقلنا من مرحلة تخفيف الأحمال اللي بيتم فيها قطع الكهرباء من شركات التوزيع إلى مرحلة طرح الأحمال اللي بيتم فيها قطع الكهرباء من المحطات الرئيسية علشان ما تنفجرش، وده حسب المصادر الرسمية. إلا أنه رغم كل هذه المشاكل إحنا الحقيقة بنشعر باستمتاع تام وإثارة ومتعة من خلال متابعتنا لكثير من الأمور اللي بتديرها الإدارة السياسية المصرية. امبارح الشعب المصري كله عايش واسترجع واحد من أعظم مشاهد السينما المصرية على الإطلاق، من فيلم الكيت كات للراحل العظيم إبراهيم أصلان اللي كتبه عن روايته مالك الحزين، واللي كان من إخراج المخرج الكبير داود عبد السيد، لما الشيخ حسني جمع أهل الحتة كلهم وقرر أن هم يقعدوا يتكلموا ويحكوا ويفضفضوا ويخططوا، وكل ده كان على الهوى مباشرة. أهل الحتة كلها سمعوا كل التفاصيل، فيما بعد فوجئوا أنه القصة دي كلها كانت على مسمع من الجميع، نفس اللي حصل امبارح بالظبط في الحوار الوطني اللي دعا إليه السيد الرئيس. وبالفعل استجابت بعض الأحزاب، بعض الشخصيات، وبدأوا يتكلموا وبدأوا يخططوا وبدأوا يفضفضوا وبدأوا يفكروا إزاي من الممكن أنه يكون الخروج من المأزق اللي إحنا فيه بسبب سد النهضة الإثيوبي. الحقيقة إن الأفكار كانت مختلفة، فمن إثارة الشائعات إنه في طائرات، من الدعوة إلى إنه وزير الدفاع يروح يحوم بين قوسين حسب تعبير واحد من السادة اللي حضروا الاجتماع، إلى أمور كتيرة جدا، إلى أن جاءت اللحظة اللي اتكلم فيها السيد مجدي حسين عن أمريكا وإسرائيل، وهنا تم الإفصاح إنه الاجتماع على الهواء مباشرة. مش مشكلة إن احنا نتكلم على اختراق إثيوبيا ولا التفرقة ما بين الإثيوبيين، ومش مشكلة إن احنا نتكلم على إطلاق الشائعات، ومش مشكلة إن احنا نتكلم على تربيطات ما بين مصر وإريتريا أو الصومال وغيرها، ولكن المشكلة تيجي بس لما نيجي نتكلم عن أمريكا وإسرائيل. هنا بس نقول للناس الاجتماع على الهواء مباشرة. الحقيقة إنه ده يورينا أكتر من نقطة وكلها نقاط هامة. أول نقطة إنه الحقيقة القيادة السياسية بتحب إنه الشعب يخفف من الأعباء اللي عليه، يضحك، ينبسط، يستمتع، يشعر ببعض من الإثارة والمتعة، حيث إنه الناس ما بقتش تروح السينما كتير فيتفرجوا ويتبسطوا شوية. ولكن في نقاط مهمة خطيرة جدا، أولها إنه من أصول اللياقة اللي في العلاقات الإنسانية المتحضرة أنه حتى لو واحد بيتلقى اتصال تليفوني ومثلا قرر أنه هو ياخده على السبيكر، بمعنى أنه المتصل هيكون صوته على المشاع في وجود حد آخر أو في وجود آخرين، اللي بيتلقى الاتصال لازم يقول للي متصل على فكرة صوتك دلوقتي سمعه كل الناس في وجود فلان وفلان وفلان، لو ما عملش كده دي حركة غير متحضرة، خالية من الذوق، خالية من اللياقة. ده ألف به علاقات إنسانية، ما بنتكلمش على علاقات سياسية، ما بنتكلمش على حوارات وطنية، ما بنتكلمش على أمن قومي. النقطة الثانية إنه حوار خاص بالأمن القومي. السيد الرئيس قرر إنه بدل ما القيادة السياسية تتخذ القرار منفردة فيما يخص هذه المشكلة اللي بتهدد أمننا القومي، إنه يكون في حوار وطني خاص بمشكلة الأمن القومي. الأمن القومي على الهواء مباشرة، هكذا تدير الإدارة السياسية الأمور المتعلقة بأمننا القومي، بمستقبلنا، بميتنا اللي عليها حياتنا، هكذا تدار الأمور. الحقيقة هذه الأمور كلها كاشفة بشكل كبير جدا عن عقلية، عن إدارة وطريقة تفكير وأسلوب تفكير، وللأسف كلها يعني تصيبنا بالصدمة ونتحول إلى فكرة شر البلية ما يضحك. احنا محتاجين نفهم ونعرف تقييم حضراتكم لبث الحوار الوطني حول أزمة سد النهضة على الهواء مباشرة، هل هو إعمال لمبدأ الشفافية أم أنه خطأ فادح سياسيا وإعلاميا أم أنه مخطط لإحراج
المعارضة، رأيكم إيه؟ منتظرين رأي حضراتكم من خلال إجابة على السؤال على صفحتنا على فيسبوك، وكمان من خلال التواصل معنا على رقم SMS 922-37، وهنتعرف على تفاصيل هذا الخبر وردود الفعل المختلفة، خاصة بعد ما خرج الدكتورة بكنام الشرقاوي مساعدة الرئيس للشؤون السياسية واعتذرت وقالت أنه كان أمر غير مقصود، ولكنها نسيت أن هي تبلغ الناس. كان المفروض الأمور دي هتكون مسجلة ويذاع فيما بعد كالعادة، ولكن ارتقى أنه هذا الأمر مهم جدا وبالتالي أمن قومي يتذاع على الهواء. تعليق الناس إيه؟ الأمور إزاي؟ بالإضافة طبعا لاستعراضنا لأهم الأخبار وأبرز العناوين، وده هيكون خلال فقرتنا الأولى اللي بشرفنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فتحي. في فقرتنا الثانية النهاردة هنتكلم على تفاصيل أكتر متعلقة بسد النهضة والأزمة اللي لدينا بسبب هذا السد. بشرفنا الدكتور يحيى كمال أستاذ هندسة الري بكلية الهندسة جامعة عين شمس. فقرتنا الأخيرة هتكون عن أزمة أخرى، الأزمة القضائية، قانون أو مشروع قانون السلطة القضائية، الإصرار على مناقشته مع وجود بعض من التطميرات اللي الحقيقه مش مطمنه الناس قوي انه هيتم تاجيله. لا، مش هنفكر فيه، مش هنناقشه دلوقتي، اطمئنوا. ولكن القضاء غير مطمئنين ومستنفرين، وامبارح كان في وقفه ضخمه الحقيقه قدام دار القضاء العالي. هيشرفنا النهارده المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنه الاعلام بنادي القضاء والمتحدث باسم لجنه شباب النيابه والقضاء، علشان نعرف معاه ايه الخطط اللي بيخطط لها النادي وايه حكايه الاضراب، وهل في توافق حول هذا الاضراب، كم قاضي النهارده سينضموا لهذا الاضراب، وافق الحل ايه. ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا مع المستشار عبد الهادي. مشاهدينا بعد الفاصل هنبتدي مع حضراتكم أولى فقرتنا.